واش نسيتي ليام اللي كانت هذا زمان نيا في كل مكان يام فيس ذي والك مانو كان ولا في حرام زنا من دوك لزامي ولا في لزامي ديال دوك لزاني. معكم بشرى على ديلي بوز، اليوم غنشوف شنو كتقولوا عليا. صافي ونبداو. منين خرجت هادي تاني؟ منين خرجت؟ والله ما عرفت، انا ما عرفتش منين خرجت، ولكن انا جيت. ما عرفتش علاش كتدخل لقلب هاد الفنانه الصاعده. نتمنى ليها نتمنى ليها تولي توب، حيت عندها كاريزما ديال الفنانه. الله يكبر بيك وشكرا بزاف. قناويه فكرتيني في ناس الغيوان والعربي باطمه الله يرحمه. الله يا ودي شرف كبير تشبهني بهاد جوج الفنانه الغزلان. ما عجبنيش صوتها في المباشر، عندها غير هذيك الطلعه ديال ولافي. رايي كنحترمه، شكرا بزاف حيت عطيتيني وقت وكتبتي شي لهاد الملاحظه الجميله، غادي نخدم عليها ان شاء الله. شكرا. انا كنت كنصحابها كتقول وعالمي لا حبيبه ديالي، كنقول ولافي ولافي. هاد اللي فيهم نقط كيسميوهم ابناء القمر، مخصهم يشوفوا الشمس بتاتا. انا ماشي والله ما طفله القمر، انا القمر بحد ذاتي وكنشوف الشمس ومصاحبه انا وياها. واش الجسم كله منقط بحال هكا ولا غير الوجه؟ لا انا كنبشرك بالخير والله العظيم، الى الجسم كامل ماشي غير الوجه. بلاتي اوديش من بحه ولا رنه، جيبوها غا سكيري مقرقب مزيان يصرع عليكم البحات. دارتها القلعه، القرعه قال لك البحه. يا اختي انت واقيلا كتضربي القرعه وكتحسي بالبحه، يمكن ما نعرف زدت معايا شي قرعه ولا شي بحه ولا شي حاجه اللي خلات هاد الشيء هذا، ولكن شكرا. المهم احسن من فاطمه. تحيه كبيره للفنانه فاطمه، تحت ما احسن من شي. وشكرا الاعلام المنحط اللي وصل ليه المغرب. دابا هادي غتسرى كاع القنوات وكلهم غيتصادفوها، تابعين غير الغنى والبندير. وشنو بغيتيهم يتبعوا؟ تابعين النشاط. وانا صادفوني شرف كبير ليا، شكرا على الملاحظه ولا النصيحه. هادشي كيقضي بالضحك. صوت رهيب أظنه نفس بحات جورج وصوف سلطان الطرب القادمة. الله يخليك ويكبر بيك. شكرا. إنا آمي الله يهديكم، راه ما بقات صحبة غير خلينا حرمنا من شي وحديد. لا صحبة بقاو، وغنينا على دوك لي زامي في انتظار يجيو هاد لي زامي ونشوفو واش غنغنيو عليهم من بعد. انت عارفه غير لافي، وشنو بغيتيني نعرف؟ وانا عارفه غا لافي ولا في بال، هادشي واعر. داك النمش هو نقطة نجاحك، حيث ممكن تكوني وجه إعلامي لأغلى الماركات العالمية ويبقاو ينزلوا عليك الإشهارات بحال الشتا. شكرا. ولهلا يخطك، صوت بحال بنت ستاتي. إيلي الله يودي غزالة بنت ستاتي. شكرا. ما كرهتش نسمع صوتك في تلاوة القرآن، أنا متأكدة غادي يكون رائع. والله يودي وراء القرآن رائع والتلاوة رائعة، وما كرهتش تقريني القواعد إدغام والمد وماشي مشكل. الله يودي حتى القرآن كنتليوه. الأغنية الأصلية لم تأخذ حقها حرام. شكرا، رأيي احترم عليه. والله إلا خدات حقها وحق الله، الدليل أنني كنقرأ التعليق الجميل، راه خدات حقها الأغنية الأصلية علاش لا. صراحة صوتها زوين وكتبان فيها ظريفة، وعلى الله تبقى هكا ما تشهرش حتى هي وتقول وحدة أخرى تولي وحدة أخرى عاوتاني. لا أنا أطمئنك من هذا المنبر أنني غنبقى أنا هي أنا، ما غاديش نتبدل كوني هانية. صراحة راكي طوب، خاصك شي ديو مع رضوى الأسمر، صوتكم بجوج خارج من قاع البيع. ليلي خطيك ورضوى الأسمر غزال وتبارك الله، شرف كبير وإن شاء الله علاش لا. وسالينا.